الآثار اليهودية هي آثار مصرية بتخضع لقانون 117 لسنة 83 وبتعامل في المجلس الأعلى آثار وزارة الثقافة على أنها آثار تراث مصري واجب الحفاظ عليه. شأنها شأن الآثار الفرعونية أو الآثار اليونانية أو الرومانية. يعني عندي آثار يونانية وآثار رومانية وآثار إسلامية وقبطية وآثار يهودية. طب ليه الآثار اليهودية اللي عاملة مشكلة؟ اللي عاملة ليه أن في خلط ما بين الآثار. يعني احنا عاوز أقول إيه؟ الآثار دي آثار مصرية اتعملت في مصر وبتخضع لقانون مصري، ولكن الناس بيبقى فيه نوع من الايه الخلط احيانا ما بين الـ 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 اليهودية والاسرائيلية. انا ما اعرفش، ماليش دعوة، الاثار بتاعتي ليس لها اي علاقة باسرائيل وليس لها اي علاقة بالصهيونية. دي اثار مصرية زي المعبد اللي انا عندي 10 معابد يهودية في مصر مسجلين في تحت قانون حماية الآثار سنة 83، والعشر معابد دول زي المعبد ده عندي أنا كأسري، زي السلطان حسن، زي الهرم، زي معبد الأقصر، زي القلعة. ده أثر مصري أنا برممه وبحافظ عليه، لأن ده يمثل النسيج العمراني اللي داخل كل واحد منا كمصر. انا ما فيش فرق عندي ما بين المعبد اليهودي والكنيسة والمسجد والقلعة والهرم، كلهم حاجة واحدة، واحدة قدام القانون واحد. وبعدين في حاجة، الاثار العشر معابد اللي احنا بنتكلم عليهم دول موجودين، واحد منهم في اسكندرية والتسعة في القاهرة. ايه بقى المشكلة؟ ليه دايما في يعني انا شايف في كل هذه الاجتماعات المتعلقة بمنظمات يهودية وكلها جاية باسم اليهود المصريين وللدفاع عن الآثار المصرية، بيطلبوا ايه؟ ايه اللي بيطلبوه في هذه الاجتماعات؟ يعني هم طبعا بيبقى في نوع من احنا طبعا في المجلس الاعصار، احب اقول لسعادتك ان احنا عندنا المعابد اليهودية لازم ينفق عليها في الترميم وفي الدراسة وفي الصيانة من الميزانية المجلس الاعلى للآثار. يعني لا اسمح بان بعثة اجنبية او يجي مثلا حد يرمم اثر يهودي الا لازم يرمم باموال مصر. اموال مصريه. ايوه. طيب. ليه؟ عشان افصل ما بين الحته الخاصه بان ده معبد يهودي. طيب يعني انتوا لا تقبلوا اي اموال يهوديه، اي اموال من اليهود المصريين للانفاق او من اي تنظيمات يهوديه للانفاق على الاثار لترميم الاثار؟ الا اذا كان احنا بننفق عليه من المجلس الاعلى للاثار، لازم عشان عمليه الحساسيه الخاصه دي. طيب استاذ ايليه انت معايا بس عند النقطه دي. لا مؤاخذك، عاوز اقول حاجه في الموضوع ده الاستاذ عبد الله العطار بيتهيألي كان بيتكلم. الاستاذ عبد الله العطار المستشار من المجلس الاعلى للاثار. انا اتربيت في العباسيه في حته السكاكيني. نزلت مره، مش اخر مره، قبليها، ورحت في كنيسه هناك كنا بنروحها واحنا عيال صغيره، كنيسه العباسيه. يا استاذ عبد العطار، عبد الله العطار، تروح تشوف الازاز كله مكسور، الحمام معشش جوه، دي أرافة بقت، ما بقتش كنيسة. كنيسة ايه؟ فإزاي لو أنت مش قادر تخلي بالك عليها؟ يقصد كنيسة. ما عندكش القلب إن تخلي حد تاني. بس ابن خلدون أو إزاي؟ طيب. أنت قصدك على معبد موسى الدرعي؟ هو قصده على معبد موسى الدرعي، أنا مش عارف هو بيقصد إيه. بيتهيألي يمكن موسى الدرعي؟ معبد موسى الدرعي؟ العباسية. معبد موسى الدرعي. طيب هو بيتكلم كيهودي مصري، بيقول أنت عاجبك إنه المعابد اليهودية تكون بهذا الإهمال الشديد، وقال لك نموذج في العباسية. أنا عندي المعبد بالعزرة، احنا بفلوسنا بنخلي بالنا على الأثارات والحاجات دي. طب كويس، بس ما بتعملوش كده اهو. مش زي انا عايز، يعني هو بيقول انت بتنفق بتقول احنا هنعمل بفلوسنا. أيوه. ومش هناخد فلوس من اي يهود من الخارج، مش من اي جهه خارج مصر، عشان ده يهمني ان ده ينظر اليه في العالم، ان ده اثر مصري ومسؤوليتنا احنا الحفاظ عليه. طيب يا استاذ عبد الله، انت عاوز تخلي الكنائس دي تبقى زي الهرم بالعربي كده اهو، يعني كلها مطربه وكلها طوب؟ كنائس ايه؟ هو كلمه كنائس ايه؟ انت بتتكلم عن المعبد اليهودي، استخدم تعبير المعبد اليهودي يا استاذ ايه؟ هو العباسيه بالذات المعبد اللي انا زرته، او اليهودي يقول عليه كنيس. كنيس مش كنيسه، كنيس. بس استخدم عشان نسهل على المشاهد، استخدم تعبير المعبد اليهودي يعني او المعابد اليهوديه. الاثار المعابد اليهوديه في مصر
يعني معبد بن عزرة ترمم ترميم شامل، ترميم معماري ودقيق وخفض منسوب المياه الجوفية، وحاليا لخطة شاملة للعملية الصيانة كل سنة على طول ماشي زي الفل. وانتهينا منه. طيب. معبد في مثلا معبد تاني اللي هو حييم كابوس. ما احنا هناخد الاستاذ محسن بس، وبناخد السيد العميد يحيى وهدانا عشان ليه بيقول المعابد اليهوديه في مصر مهمله تماما. بس المعابد العشر معابد اللي احنا اتكلمنا عليهم هو ده محور كلامنا، لكن في معابد كتيره جدا ضد مسجله اثر وانا ليس لي شان بها. بس هو بيتكلم عن كله. لا انا عاوز يحدد العشر معابد، يعني عنده مثلا المعبد بشارع شارع عدلي. انت ما احنا ترمي روح شوفه، وحصل فيه احتفاليه من قيمة روح شفته، كان فيه احتفاليه من قيمة رحت شفته يا استاذ. ايه اللي لاحظته؟ ايوه يا فندم كان كويس. طيب معبد استاذ ليه امال ايه اللي مش المعبد اللي مش عاجبك؟ طب زار معبد بن عزرة في مصر القديمه. ده ما كانش المعبد بتاعي للاسف. ايه ما كنتش بزوره. لا بالنسبه لي اهو معبد. انت الاستاذ عميد يحيى ودان بيسالك انت من ودان، وضحها للمشاهد بعد كده. من القرائين ولا من لا وجايين زي المسلمين. زي المسلمين يعني بالظبط. ونركع ونطل ونقوم ونسجد ويعمل كل نفس الموضوع. احنا بنرفض اي بعثه اجنبيه تنفق ترمم اثر يهودي، لكن ممكن عن طريق الطائفه اليهوديه في مصر. ما هي موجوده الطائفه اليهوديه مصريه، ناس مصريين مش من حقهم ان هم بس تحت اشراف المجلس، يبقى هنا ما فيش فيه نوع من موضوع اسرائيل دخل في الموضوع ده. طيب دلوقتي بالنسبه للموضوع ده، احنا بنرفض اي بعثه اجنبيه تنفق ترمم اثر يهودي، لكن ممكن عن طريق الطائفه اليهوديه في مصر. ما هي موجوده الطائفه اليهوديه مصريه، ناس مصريين مش من حقهم ان هم بس تحت اشراف المجلس، يبقى هنا ما فيش فيه نوع من الحساسيه. استاذ ايه الحساسيه؟ كان مش عاوزين ناخد فلوس من 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 اليهود، سواء من اسرائيل من اليهود تانيين عشان ما اتفضل يعني بالنسبه ل لا ممكن تكلمه يعني انا عاوز اقول حاجه بسيطه. احنا كل الكلام الترميم ده كله عشان خاطر نحافظ على هذه المعابد من الاندثار. لولا قيام مجلس الاعلى للاثار وهيئه الاثار بتسجيل العشر معابد دول، اول معبد اتسجل سنه 86، اخر معبد اتسجل سنه 98، يعني سجلوا كلهم في ظرف 12 سنه. ال 12 سنه دول يعني احنا نعتبر. طب وليه قبل ال 12 سنه ما سجلوش؟ اتسجلوا في الفتره دي وتسجيل طيب. والتسجيل بتاعها كان طيب. بغرض طيب. الحفاظ عليها. يعني انا لا انا لا لو ما كنتش انا يعني لو انا ما كنتش لو انا ما انا قصدي يعني التسجيل كان للحفاظ. لو ما كانش لو المجلس الاعلى للاثار وهيئه الاثار ما سجلتش هذه المعابد واخضعتها لقانون 117 83 كان زمانها كلها بقت وكالات. كان زمانها كلها بقت وكالات وبقت ايه مباني سكنيه. استاذ اللي انتوا عايزين انا ما بتكلمش على اليهود المصريين، انا بتكلم على الاجهزه الاجنبيه خارج عن نطاق الدولة المصرية. انا لما باخد حاجة دي حتى شغل اليافطة كده محطوطة كده على المعبد محطوط عليها كذا 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 بيرمم. هنا بقى انا برفض دي ليه؟ لان كده يبقى انا ده في مساس بمصر. لا انا عاوز ترمم في طائفة يهودية. ما هو في طائفة يهودية ومش في طائفة يهودية. خلي الطائفة اليهودية هي اللي هي اللي تجيب. مفيش اضطهاد للطائفه اليهوديه. الطائفه اليهوديه زيها زي نحن نعلم تماما الطائفه اليهوديه في مصر هم طائفه مصريه. الطائفه اليهوديه في الخارج اي فلوس تجي من الخارج. استاذ نبيل هو بيقول لك يعني وانت تعمل ترميم معبد يهودي ولاقي منظمه يهوديه